أهلا بيكو. المحاضرة دي هنبتدي بقى نتكلم مع بعض عن إزاي نعمل كويز. الحقيقة الكل بقى المحاضرات اللي فاتت في الكورس بتاعنا كنت بتعمل ماتيريال علشان الستودنت يتعلم منها. دلوقتي احنا محتاجين نعمل حاجتين. الحاجة الأولانية هي إن الطالب نفسه يعرف قد إيه هو حصل من الماتيريال اللي أنت اديتها له. دي بتحتاج assignment او بتحتاج quiz او بتحتاج project. فالحاجات دي مفتوحة قدامك انك تستخدم منها، بس الكويز وانت اونلاين. الassignments لو العدد محدود 10 20 30 ممكن تتعامل معاها، لكن اكتر من كده probably هتحتاج تخش في البير ايفالويشن بتاع الاساينمنتس. بالنسبه للبروجكتس قد تكون صعبه جدا انك تعملها اونلاين، لكن يعني دي من الحاجات اللي ممكن نحاول نبص عليها. عموما يبقى فاضل حاجة تانية، وهي ان انت عايز تعمل evaluation للطالب. انت بقى تعرف، عشان لو هتقول للطالب some feedback، المفروض الassignments هي من الحاجات اللي بتدي الفرصة دي ليك اونلاين، ان الستودنت او تريني بيبتدي يديك assignment وتديله عليها feedback علشان الassessment. لكن من الحاجات المشهورة جدا برضو الكويزز، ان انت تقدر تعمل كويزز بالذات اللي هي multiple choice questions. يقدر الطالب لما يجاوب عليها تعرف الـ evaluation بتاعه، وفي نفس الوقت تديله فيدباك. فهنا الكويز الحقيقة بيخدم حاجتين، بيخدم الطالب وبيخدمك انت. لو انت عايز تعمل evaluation للترينيه او للستودنت، هو هتقدر تعرفه من خلال الكويز. ولو عايز الستودنت برضو يعرف هو مستواه ايه وايه الحتة اللي ضعيف فيها، هو برضو الكويز هينفعك. فمن هنا بنهتم قوي بالكويزز، وان كنا يمكن احنا عارفين ان مش دي الاسسمنت تول الوحيدة، فلكن هنستخدمها باعتبارها يعني افيشنت في شغلنا. لو احنا روحنا دلوقتي نشوف ايه موضوع الكويزز، ف لو انت دي علشان انت عايز تعمل تيستينج، احنا عندنا في وسائل معروفة زي كاهوت و H5P، والاتنين دول ممكن بيدوك فري ترايل او ليميتد اكاونت، تقدر تعمل من خلالهم كويز وتعمل لهم وتدخلهم في الليرنينج مانجمنت سيستم او الاونلاين كورس اللي انت بتعمله. لكن الحقيقة برضو كالعادة جوجل ما سبتناش في حالنا. جوجل برضو ادتنا فرصة حلوة ان احنا نقدر نعمل كويزز من خلال الجوجل فورمز، والكويزز دي ممكن بتبقى بابليك لو هتحطها على ويب سايت او حاجة اوبن ويب سايت ويكي بلوج، او تعملها جوه ال LMS اللي هو بالنسبة لجوجل برضو عندنا الجوجل كلاس روم، ومن جواه تعمل الكويز ده والإيفاليويشن يبقى على طول included في الإيفاليويشن بتاع الطالب. احنا نفتح الجوجل فورمز من خلال الجوجل دوكيمنت او من خلال ال LMS بتاعنا. دي بس يعني سكرين شوتس. تعالى علشان الفيديو ما يطولش مننا نقف مع بعض هنا، وبعدين نخش الفيديو الجاي. هفتح انا اعمل لكم ان شاء الله كويز سريع نعمله مع بعض على الجوجل كلاس روم، وهيخلق لنا جوجل فورم، وبالتالي موجودة كفورم وموجودة جوه الكلاس روم، ونشوف بتطلع ازاي. خليك معايا الفيديو ان شاء الله.